أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان التقبيل لليد لمن له شأن يكون معه بعض الانحناء بالرأس أو أكثر من ذلك بالظهر، فهل هذا يجوز؟ نعم، كره بعض العلماء تقبيل اليد، يقول لأنه سجود، لأنه نوع من السجود، ولكن الأكثر كما سمعتم أنه لا بأس به، لأنه ليس القصد من ذلك الانحناء لها، وإنما القصد تقبيل يده. نعم، ويلزم من تقبيل يده أنه ينحني لها. نعم.